أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنظمة كير الدولية بالأردن نتائج دراسية حول العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن وإدارتها. وأكدت الدراسة أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن على حالها منذ سنوات، إذ ما تزال عند 14%، واصفة قدرات النساء في الأردن بخاصة الرياديات بأنها معطلة بسبب وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهن في سوق العمل. بمقابل ذلك، شددت منظمة كير الدولية في الأردن على تكثيف كافة الجهود لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة لما لها من تأثير ملموس على عجلة النمو الاقتصادي. التحديات اللي بتواجه السيدات، كان أول شيء تحديات اقتصادية. كان في 57% من السيدات لديهم ضعف في الشمول المالي وعدم معرفتهم بالآليات الفنية للحصول على التمويل والاقتراض وما إلى ذلك. كان في عندنا 52% من السيدات من البنى التحتية غير معززة للشمول المالي، مثلا ضعف ترويج البنوك لكافة الخدمات المالية وغيرها. كمان في ضعف فاعلية المؤسسات المالية الداعمة لمشروعات النساء، وخاصة من وجهة نظر المبحوثات صندوق إقراض المرأة. كان في 61% من السيدات أشاروا إلى ضعف الأصول المالية والموارد، سواء كانت هاي الموارد موارد مادية ملموسة زي ممتلكات، أو حتى إنها موارد معنوية زي الشبكات أو المعرفة أو المهارات الموجودة عندهم، بل امتد للتمكين الاقتصادي. طبعا من أهم الفئات اللي إحنا بمنظمة كير بنركز عليها هم الفتيات والنساء، الأطفال، اللاجئين، المجتمعات المهمشة والناس المعرضة للخطر، طبعا الشباب ذكورا وإناثا. طبعا من خلال هاي التداخلات بنعمل على أهمية تعزيز الكرامة الشباب والإناث وهاي الفئات المستهدفة، بنعمل على عدم التمييز بيناتهم، المساواة في تقديم الخدمات واستلام الخدمات. اللي حابب يحكي وبيحب يستجيب وحب يعبر كمان، إحنا بنرحب فيه طبعا بكل سعة صدر.